ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق من الشرق من الشرق مساء الخير. صوت مفعم بالطرب والأصالة، أبدع بأداء القدود والمشحات، سوري الأصل، مغربي المولد، فرض نفسه بقوة على الساحة الفنية ويعتبر بحق سفير الطرب الأصيل. كنوز من الشرق اليوم لقاء مع المطرب بدر رامي. من كلمات دكتور جلال الدهان وإلحان الفنان صباح فخري على مقام الحجاز وبصوت المطرب بدر رامي، قصيدة اللؤلؤ المنضود. اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل، فيه السعادة للشد وللعلي. اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل، فيه السعادة للشاب وللعلي. فتحت الشفاه ثوانيا نورت دنيانا وأحييت القتيل. أقتيل حبك ليس يحيي سوى أنوار ثغرك، إنه يرضى القليل. أقتيل حبك أقتيل ثغرك، أقتيل عطفك. أقتيل حبك ليس يحييه سوى أنوار ثغرك، إنه يرضى القليل. جودي عليه ببسمة لا تبخلي، جودي عليه بنظرة لا تبخلي، بقبلة لا 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 تبخلي. جودي عليه بقبلة لا 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 تبخلي، لا 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 تبخلي. لا لا تبخلي. فالحب والرحمن وعدام البخيل. يا يشرفني ويسعدني أن يكون المطرب بدر رامي ضيف برنامجنا ليالي يا مال الشام وضمن فقرة كنوز من الشرق.
أهلا وسهلا بك أستاذ بدر. أهلا وسهلا ومرحبا لكل حبايبنا الغاليين المستمعين الكرام الذواقين للأصالة، للطرب الأصيل، للتراث في كندا وفي جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي، ولكل متابعي فقرة كنوز من الشرق بالبرنامج الإذاعي السوري ليالي يامال الشام الذي يقدمه أخونا وصديقنا إعلامي المحترم الأستاذ سامي هلال. وشكرا على هذا اللقاء الجميل وهذه الدعوة الكريمة. أستاذ بدر، كان لعملاق الطرب الأصيل صباح فخري الأثر الكبير بمسيرتك الفنية، وخاصة عند مولدك 1986، ممكن تحدثنا عن ذلك؟ في الحقيقة بدأت موهبتي منذ الصغر، لأنه يوم الولادة كان الأستاذ الفنان الكبير الراحل صباح فخري رحمه الله في زيارة للمغرب لإحياء سهرة غنائية، وكانت عائلتي حاضرة معه في السهرة وكذلك بعض الأصدقاء. وصباح الحفل ولدت، وبعد بعد لحظات أو سويعات جاء الأستاذ صباح فخري للمشفى وحملني وأذن لي في أذني من بعد والدي طبعا، وكان هذا أول صوت أذان أسمعه في حياتي، وكأنه كان نداء سماويا. فكان يعني كانت لحظة روحانية يعني، وكأنه روح من الفنان صباح فخري دخلت في كياني وتكويني، فأصبحت أمتلك الحمد لله صوت ممكن نقول جميل وأداء جميل، وربما يمكن بيقولوا حتى بالشكل بشبه صباح فخري. فهذا الفضل من الله وعطاء من الله، وأعتقد أنه من هذيك اللحظة دخلت لعالم الفن. ما بين المغرب مكان مولدك وسوريا وجزورك الراسخة فيها، من فضلك لو نتكلم عن الجو الأسري المحيط بك. طبعا أنا من ولادة المغرب بالدار البيضاء بكازابلانكا، وكنت محاط بعائلة فنية محبة للفن والعلم والثقافة. أود الإشارة أنه هناك من أفراد عائلتي من أخوالي وأعمامي من يجيدون الغناء والعزف أيضا، وهذا شيء عامل وراثي أيضا، يعني أنا عندي من أخوالي بيغنوا بيعزفوا، وعندي من أعمامي كمان بيغنوا بيعزفوا، إلى جانب طبعا العمل الأصلي. مثلا أنا خالي كان مدير بشركة الطيران السورية بكازابلانكا، مثلا عندي عمي كان مدير بنك بحلب. يعني أنا والدي مثلا صحيح أنه الفنان المايسترو رئيس فرقة الموسيقية فرقة أنغام الشرق اللي بتشارك معي بجل حفلاتي بأغلب حفلاتي الأستاذ محمد رامي زيتوني، صحيح أنه عازف كمان وفنان، لكن بنفس الوقت حامل لشهادة ماجستير في الحقوق ويعني قاضي أيضا في القانون. يعني كل فرد منا عنده عمل محادي للفن. أنا كمان درست إلى جانب المجال الفني تبعي، إلى جانب دراستي درست إدارة الأعمال. أنا كنت علمي، كنت بكالوريا علمي قبل، بعدين عملت تجارة إدارة أعمال، تخصص إدارة أعمال. فباختصار شديد كنا من زمان نستمع للموشحات وللقدود الحلبية والطرب الأصيل في كل الحفلات العائلية واللقاءات الاجتماعية، وطبعا كنت أتابع الموسيقى والكلمات التي رسخت في مسامعي ودخلت في كياني. لنتحدث أستاذ بدر عن موهبتك ودراستك الموسيقية بالإضافة إلى تحصيلك العلمي. بدأت موهبتي تظهر لما كان عمري سنتين تقريبا، خاصة من بعض المقربين لاحظوا هذا الشيء، وخاصة والدتي ووالدي طبعا، هذا أكيد لأني أنا عايش معهم. فكنت أدندن
دوريا من توحشني اللي غناه طبعا الفنان الراحل صباح فخري، كنت طبعا أدندن لكوكب الشرق أم كلثوم، وسيد مكاوي طبعا الموسيقار الله يرحم الجميع. وفي نفس الوقت كنت أجيد العزف حتى على الإيقاع، يعني كنت أمسك الطبلة وأجيد العزف على الإيقاع بشكل صحيح يعني. فهذا الشيء كله لاحظوه المقربين وتوقعوا لي وتنبأوا لي بمستقبل فني. لما بلغت 7 سنوات تقريبا من عمري أدخلني والدي للمعهد الموسيقي إلى جانب دراستي العلمية لتعلم الموسيقى والسولفيج بشكل أكاديمي، وتعلمت العزف على آلة العود والكمان. ففي تلك الفترة بدأت ألفت نظر وإعجاب أساتذتي بالمعهد وبالمدرسة أيضا، وكنت أغني لهم. يعني كنت هيك بقعد مع الأساتذة وبغني لهم والمدراء أيضا، وكمان العديد من الفنانين والإعلاميين اللي أقروا بموهبتي وأشادوا فيها، لأني كنت أشارك أيضا بالندوات الثقافية اللي كانت بتكون أيام المدرسة. طبعا أستاذ صباح فخري استمع لي منذ صغري، أستاذ وديع الصافي الملحن الكبير اللي افتقدته الساحة الفنية مؤخرا، محمد سلطان طبعا الإعلامي القدير، والأستاذ وجدي الحكيم الله يرحمه طبعا، أستاذ عبد الوهاب الدكالي، الأستاذ لطفي بوشناق، هذول كلهم الأساتذة الكبار في الوطن العربي بالموسيقى العربية والمطربين الكبار استمعوا لي وأشادوا الحمد لله بصوتي وبموهبتي وتمنوا لي مستقبل طبعا زاهر. وإلى جانب ذلك كما أشرت كنت أشارك في الفعاليات الثقافية والندوات الفنية المدرسية إلى أن أتممت دراستي الثانوية، ودرست 4 سنوات إدارة أعمال. ثم بعد ذلك اتجهت لعالم الغناء والفن والطرب، وأخذت على عاتقي بالمحافظة على تراثنا العربي الأصيل من الموشحات والقدود الحلبية. ذكرنا سابقا أن لعملاق الطرب صباح فخري الأثر الكبير عند مولدك، كذلك كان له الأمر أيضا عند انطلاقتك الفنية عام 2009، ممكن تحدثنا من فضلك عن ذلك؟ في عام 2009 قررت إدارة مهرجان فاس الدولي أنه تخصص السهرة الختامية للمهرجان لتكريم الفنان الكبير صباح فخري، فدعوني للمشاركة في إحياء هذا الحفل الختامي بشكل رسمي وبحضور الفنان صباح فخري. فصعد الأستاذ صباح فخري آنذاك على خشبة المسرح وقدمني للجمهور كبرعم جديد في ذلك الوقت في عام 2009، وكفنان صاعد في سماء الطرب العربي الأصيل يحمل مشعل القدود الحلبية والتراث، وتمنى لي النجاح والتوفيق. وحضر الحفل أكثر من 3000 شخص من الجمهور الكريم والصحافة الوطنية والدولية أيضا. فيني أقولكم أنه كانت هي أول مشاركة رسمية للفنان بدر رامي في مهرجان دولي، ومن هنا كانت انطلاقتي الاحترافية والفعلية من عام 2009 من بعد ما قدمني الأستاذ صباح فخري الله يرحمه، حيث بدأت العروض للمشاركات في مهرجانات وطنية ودولية أيضا تتوافد علي. نتوقف مع قد من القدود الحلبية الرائعة، قدك المياس وبصوت المطرب بدر رامي، الكلمات للملا عثمان الموصلي والألحان لسيد درويش على مقام الحجاز. تجدر الإشارة أن هذا اللحن مقتبس من التراث البيزنطي. أحلى الناس في نظري.
Thank you.
نتابع كنوز من الشرق واللقاء مع الفنان الحلبي الأصل والمولود بالمغرب وسفير القدود الحلبية والطرب الأصيل بدر رامي. أستاذ بدر، ممن تأثرت من المطربين والمطربات؟ في الحقيقة لم يقتصر أدائي على التراث فقط أو فن التراث فقط، بل اتجهت لعالم الطرب بشكل عام. عشقت أم كلثوم وغنيت أغانيها، وعشقت أيضا الأستاذ عبد الوهاب وغنيت له، وأحب عبد الحليم حافظ، وأحب الموسيقار فريد الأطرش وسيد مكاوي، وأطرب لسماع فيروز وكذلك جبل لبنان أستاذ وديع الصافي، وأعشق أيضا الموسيقار ملحم بركات، وأحب أن أغني له لأنني بصراحة أرى أن أغاني هي أقرب لون غنائي للقدود الحلبية والنمط الحلبي. هذا من وجهة نظري، يعني رأيي. استفدت من التراث الموسيقي من كلا البلدين، من المغرب ومن سوريا، ممكن نحكي أكثر عن ذلك؟ بما أنني مولود في المغرب فقد استفدت كثيرا من تواجدي هناك، حيث أنني اكتسبت خبرة موسيقية فنية ثقافية من مدرستين مختلفتين، المغربية والسورية أيضا. نظرا لثقافتي المغربية الممتزجة بين العربية والفرنسية والأمازيغية، وكذلك الثقافة الشرقية السورية على الخصوص، بمعنى أنني أستطيع والحمد لله وبكل تواضع أن أغني عدة ألوان طربية. فأنا أغني للكبار من المشرق إلى المغرب، إضافة لذلك الحمد لله أتقن الغناء بلغات أجنبية أيضا كلاسيكية وخاصة الفرنسية، وسبق أن غنيت أغنية لا بوام للفنان الفرنسي الكبير الأرمني شارل أزنافور على مسرح ميغاراما، ولاقت هالتجربة يعني إعجاب كبير الحمد لله من الجمهور وتجاوب وهنؤوني عليها، يعني كانت تجربة جميلة جدا. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusqu'à sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Et la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Souvent il m'arrivait devant mon chevalier de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il qu'on en sème et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. لنتكلم عن والدك المايسترو محمد رامي زيتوني والمرافق لك بكل أعمالك ونشاطاتك الفنية، أطال الله بعمره. لنتكلم شوي عن والدي، أعطيكم هيك مختصر عنه. والدي طبعا الفنان والمايسترو الأستاذ محمد رامي زيتوني الحلبي الأصل، المولود في حلب،
درس طبعا في حلب الموسيقى وأخذ البكالوريا من حلب، تتلمذ على يد كبار الفنانين والأساتذة في حلب، وحفظ الموشحات والقدود الحلبية والأدوار والطرب بشكل عام إلى جانب دراسته. وثم بعد ذلك انتقل للمغرب لإكمال الدراسة عام 1980، وحصل على الإجازة في الحقوق، وتزوج بالمغرب واستقر فيه، وأسس فرقة أنغام الشرق الموسيقية، وهي التي ترافقني في أغلب حفلاتي كما أشرنا. ورافق أيضا إلى جانب ذلك العديد من عمالقة الفن والطرب العربي الأصيل، أمثال صباح فخري، وديع الصافي، ميادة الحناوي، لطفي بوشناق، عبد الهادي بالخياط، عبد الوهاب الدكالي، وغيرهم من كبار الفنانين العرب. طبعا الله يطول عمره، يعني هو دائما في أغلب حفلاتي بيكون معي وبيقود الفرقة الموسيقية، سواء كانت فرقة أنغام الشرق أو كنا في بعض الأحيان إذا اضطرت الظروف أنه نشتغل مع فرقة أخرى لا مانع، بس شريطة أنه يكونوا حافظين يعني التراث ومتدربين كويس. لنتحدث من فضلك أستاذ بدر عن مشاركاتك الفنية بالمهرجانات والحفلات والسهرات وبكافة أنحاء العالم. بالنسبة للمشاركات الفنية، طبعا شاركت بعدة مهرجانات دولية، وغنيت على عدة مسارح كبرى في العالم. وفيني أقول في عام 2018 دعيت لإقامة سهرة فنية كبرى أو حفل فني كبير بدار الأوبرا السلطانية بمسقط بسلطنة عمان، في دورة لتكريم الفنان العالمي فنان الأوبرا بافاروتي، وفي نفس الوقت في آن واحد لتكريم الفنان القدير الراحل صباح فخري. وبعد نجاح الحفل دعيت من طرف إدارة جامعة السلطان قابوس للقاء فني مع الطلبة والأساتذة والإداريين أيضا، وقدمت رفقة والدي المايسترو محمد رامي زيتوني نبذة فنية ومحاضرة عن فن الموشحات والقدود الحلبية وتراث الموسيقى العربية الأصيل، وعطينا طبعا غناء وعزفا نماذج مختلفة من ألوان الموشحات والقدود، وشرحناها بطرق مبسطة، والحمد لله نالت إعجاب الحاضرين. وللإشارة أيضا، قبل سنوات وقبل مشاركتي بدار الأوبرا السلطانية، دعيت عام 2015 لإقامة سهرة طربية بدار الأوبرا بليل الفرنسية، أوبرا ليل، وقدمت أيضا أغاني التراث للجمهور الغربي، لأن العرب كانوا بشكل قليل، تقريبا يعني 30% عرب و70% فرنسيين وألمان حاضرين بالحفل. وغنيت في هذا الحفل بدون معدات صوتية وبدون مايكروفون لمدة ساعتين، رفقة تخت موسيقي شرقي من فرقة مكونة من أساتذة فنانين من جنسيات مختلفة، بقيادة والدي المايسترو الأستاذ رامي طبعا. وأعجب الجمهور بأدائي الحمد لله وبما قدمته من فن أصيل. ثم بعد ذلك، بعد نجاح الحفل، دعيت لإحياء سهرتين لجمهور الجالية العربية بمعهد العالم العربي بباريس، لانستيتيو دو موند عرب. وكمان بعد نجاح الحفل ومن خلال المشاركات الفنية، لأنه كان عندي مشاركات فنية أخرى أيضا وازنة، لا بس ما فيني أقولها كلها نظرا لضيق الوقت، دعيت في نفس السنة في 2015 من طرف إدارة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة للمشاركة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا. وخصصت تلك الدورة
أيضا لتكريم الفنان الكبير صباح فخري رحمه الله. كما دعيت أيضا بعد ذلك من طرف المهرجان الدولي للمألوف بأوبرا قسنطينة بالجزائر للمشاركة بالمهرجان، وأكيد دعيت لمهرجانات فنية كبرى أخرى ما فينا نذكرها نظرا لأنه أشرنا أن الوقت ضيق. ما هي أحلامك وأمنياتك وتطلعاتك المستقبلية؟ كل فنان وكل إنسان بالعالم عنده طموحات وآمال ومتمنيات يتمنى أن تتحقق. أنا بالنسبة لي كبدر رامي أتمنى أولا أن أكون عند حسن ظن الجمهور الكريم، وأن أكون خير من يحمل رسالة الطرب الأصيل والتراث، وأن يعني أن تكون لي بصمة أيضا مستقبلية خاصة مع المحافظة على الأصالة وجودة المنتوج الفني الذي سوف أقدمه في المستقبل القريب إن شاء الله، بالموازاة مع الفن الأصيل الذي أغنيه. كما أتمنى أيضا من الجيل الجديد وشباب اليوم بمساعدة الآباء تعليم الأبناء وتعويدهم على الاستماع للطرب الأصيل كي يرتقوا ثقافيا وفنيا، وكي يساهموا جميعا مع الفنان بالمحافظة أيضا على هذا التراث الثقافي الجميل والثمين، لأنه باستماعهم لهذا الفن الأصيل واهتمامهم به سيحفز المطرب أكيد بشكل مباشر على الاجتهاد الدائم وعلى العطاء. وهذا تراثنا جميعا، ما هو ملك أحد، ملك الجميع. هذا التراث تراثنا جميعا وهويتنا الأصيلة، لازم ما نضيعها ولازم نحافظ عليه ضروري. في نقطة مهمة جدا أيضا، بتمنى أنه يعم السلام بالعالم، وأنه ننظر لبعض بنظرة الأخ لأخيه، لأنه كلنا أبناء آدم وحواء، كلنا بشر، كلنا إنسان. لازم نشوف بعض بنظرة إنسانية، نظرة الإنسان لأخيه الإنسان، بغض النظر عن أي انتماء ديني أو ثقافي أو فكري. وإن شاء الله هيك العالم كلياته بيتقدم وبيكون بسلام ورخاء وأمان إن شاء الله. من فضلك أستاذ بدر، كلمة أخيرة للجالية العربية التي تتابعنا بمدينة موريال والعالم من خلال موقعنا على الشبكة العنكبوتية yasham.ca. أحبائنا الغاليين وأصدقائنا متابعينا بمدينة مونتريال بكندا، بحييكم تحية محبة وتقدير، وبتمنى أكون عند حسن ظنكم جميعا، وبتمنى منكم التشجيع الدائم، وشكرا على متابعتكم، شكرا على اهتمامكم بالفنان بدر رامي وبالأصالة بشكل عام. وأنا كتير بشكر الأستاذ سامي على هذا اللقاء الجميل اللي أتاح لنا الفرصة لنقدم هذا الفن الجميل عن طريق برنامجه الجميل أيضا. وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية، بتمنى لسوريا الحبيبة بلدي الأم، ولحلب الحبيبة أيضا مدينتي الأم، دوام الأمن والأمان والاستقرار والتقدم إن شاء الله. وما بنسى أيضا بلدي الثاني المغرب الحبيب، البلد اللي ولدت فيه ونشأت فيه ودرست فيه، واللي أظهر موهبة الفنان بدر رامي منذ البدايات. دوام طبعا مغربنا الحبيب، دوام بتمنى له دوام الأمن والأمان أيضا والاستقرار والتقدم، ولشعب المغرب الشعب المغربي الطيب الكريم بتمنى له أيضا دوام الصحة والعافية. وبتمنى لكل مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا عبر العالم
كل خير ومع الصحة والعافية. طبعا المتمنيات كثيرة، بتمنى لكم كل خير طبعا، وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله هيك منشوفكم عن قريب بكندا، ومنلتقي دائما على الفن الأصيل والطراب والتراث. وشكرا مرة تانية، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. بدر رامي يحبكم جميعا وبيحييكم. شكرا جزيلا أستاذ بدر رامي، النسر المحلق بسماء الطرب الأصيل، ولمزيد من النجاح والتألق. ننهي لقاء اليوم مع القدين يا طير طيري يا حمامة ويا مال الشام، من ألحان أبي خليل القباني على مقام الرست وبصوت المطرب بدر رامي. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يا مال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. يا طير طيري يا حمامة وانزلي بدمار والهام، هاتي لي من حبي علامة ساعة وخاتم ألباس يكفى عذابي الله. أنا على تعالي احكي له عن اللي شغل بالي، قولي له حبك يا حلالي يا اسمر يا ابو الفال، يكفى عذابي حرام الله. انا على ديني يا ملانتيني، انا على ديني. Yeah.
من ليالي يمن الشام يمن الشام